دي بيرسونا تاني كده. هذا عملية لاندسكيب صوت لغة كبير بقى عندي اللي يشوف المياه من أفلائها ستكون لها قدمنا لافيرسيون جديدة تاع المنصة الرقمية للدفع الإلكتروني فاتوراتي للزبائن يقدروا يدخلوا لهذه المنصة عبر لو ليان فاتوراتي.سيال.دزاد. الزبون يقدر يسجل يقوم بعمل تسديد باستعمال رقم الزبون ورمز الزبون ورمز العقد المتواجدين في فاتوراته. ثانيا وين الزبائن طلبونا تسهيلات في التسديد وين عطينا لهم امكانيه تسديد 50% من الديون تاعهم حسب الوضعيه الماليه تاعهم. المنصه هذه ليكزيست دوبي 2016 وانا حان الوقت باش نعاودوا نشوفوا نمدوا لها بعض التلقيحات ونعاودوا نحسنوها. لي ريزولتا سون لا الحمد لله بفضل الله. اليوم اون لونسي اوفيسيلمون درنا كاع واش لازم درنا لي تيست تو سكي اون سوي. الهدف منها قلنا هو تسهيل المهمة للزبون. من بين الاهداف ثاني تحاول لا نوفوتي هذه كاين انسان الزبون يقدر يخلص فاسيليتي دو بايمون هذه ما كانتش افون. نحينا لهم هذيك لاك اللي فيها 20 20 كاركتر ولا 20 نيميرو هذوك نحيناهم. هذيك اللي كانت تصعب بزاف الولوج للمنصه الان غيستعمل لو كود كليون ولو كود كونطرا ولاكسي فريمون تري تري فاسيل.